دائما مواكبات حملات يقوم بها السلطه المحليه والامن الان مع الدائره الثانيه منطقه قشيش بمنطقه باب التباغ. الان الناس ديال الامن تحتهم مواطنين باش واحد المجموعه من الشباب كانوا في واحد المحل تطلبوا منهم باش يدخلوا المحل ويمشيوا لبيوتهم. عمل جبار للناس ديال الامن مشكورين عليه. حي باب التباغ هذا الان الناس ديال الامن تيحطوا المواطنين على باش يدخلوا لديورهم ما يبقاش واقفين في الدروبه. كان على العموم ان تقريبا الاحياء هذه الاحياء اللي كانت تعرف مجموعه ديال الناس اللي تجمعوا فيها دابا الناس راه تقريبا دخلوا لديورهم الا القليل حاله قليله بزاف. فعلا استغلت العمراني جزاهم الله خيرا هادشي تيقوموا به عمل جبار باش يحميو بلادنا ويحميو المواطنين. صاحب دكان حال دابا لهاد الساعه متاخره ما كاينلاش انا ما اظن احسن الانسان صافي الناس من يدخلوا لديورهم مابقاش داعي باش الناس هو ولكن هو تيغلق منه. دروب وأزقة مراكش الوعرة تتسلكها سيارات الأمن داخل عليها سيارة الأمن تتجوبها باش تحط المواطنين دائما على
الدخول الى بيوتهم. الناس باش تدخل لبيوتها تبقى في بيوتها، لا داعي للتجمعات ام الحروب. هنا منطقة اسمها دابل العراسي، ها هي شوفوها خاوية، كاين حد دروب خاوية. نشكر المواطنين اللي مدادلو القرارات ديالو، وزارة الداخلية ووزارة الصحة. دائما الشكر لهاد الناس ديال الامن اللي تيقوموا بهذا العمل الجبار. وبلا كنا مع الناس ديال السلطه المحليه القائد والناس ديال القوات المساعده واعوان السلطه، الان مع رجال الامن في جوله مشكورين عليها. هذه المنطقه الثانيه، الدائره الثانيه تابعة المنطقة الأولى إيليس، دائرة قشيش، هي تقوم الآن بهذه الجولة. هذه ما دابا الآن لقى واحد مشو واحد جوج ديال الشبان وقاعدين، ربما شي دخنوا ولا شي. هما هربوا لديورهم. باقي المواطن تيجاد لهاد الناس، المواطن تيجاد لهاد الناس من العيب ومن العار. ورا ضروري خص الانسان يمشي يدخل في حاله. واش الناس باقي تتجادل؟ الناس واش باقي ما واعياش بخطوره ديال الامر؟ الله يهدي ما خلق. الناس كي تنشوفو الناس تضحيو مقدوم تضحيو، طلبوا منه باش يدخل لدارو مازال تيقول لهم بلاتي. اشنو اللي بلاتي؟ الهدايه لهاد الناس ويعرفوا شنو هو المشكل. راه هادشي خطير وتيتطلب منا
باش نلتزموا ونبقاو في بيوتنا. لا داعي باش نوقفوا في الدروبه ونبقاو واقفين في راس الدرب. هذيك الوقفه في راس الدرب تقدر تجي الانسان مالي احمد عقبه. الإنسان يلتزم ويدخل دار يمشي ويقعد في دار. راجل واقف قاعد في الزنقة عوض باش يمشي يدخل لدارو واقف في الزنقة ولا مبالاة الناس يتكلموا معاه ولا مبالاة. إذا كان واحد قاعد في السنقارة غادي يجي واحد آخر ويقف معاه ويجلس معاه، ولهذا من الأحسن الإنسان يدخل، ما كاين لاش يبقى في الدار هو أو ولا حدا باب دار صاحبه ولا، لا داعي الإنسان لاش يبقى واقف هاد الوقفات هادو في الشارع. هاد العربة تتشوفو هادي راه ممكن تجمع بزاف ديال الناس في واحد الوقت. هذا واجب باش ما عرفش مطاعم ستات والعربات باقي تدور في الزناقي، عربات ديال الاكل. كيف تشوفوا الطابط يقوم بالعمل ديالو اللي هو يحط المواطن على باش يدخل في حاله لدارو. لا زعما المواطنين خصهم يمتثلوا ويتنطوا للناس اش يقولوا لهم، ما يبقاش العناد، لانه هذا الشيء راه البارح كنا في 44 حاله اليوم وصلنا لحالات اكثر، وهذا الشيء راه تيتطلب منا كاملين باش نتجندوا نتساهموا مع هاد الناس نساعدوا معاهم ونعاونوهم. دابا بحوم تعرس بالبردعي دائما في نطاق الدائرة الأمنية الثانية. هانتوما إخوان الشباب تلعبوا الكارطة، الله يهديهم الله يهدي الله يهدي ما خلق الله يهدي ما خلق. الناس في حملة توعوية تجي تلقى واحد تلعب الكارطة لا مبالاة، هذا ماشي معقول. هذا الشيء ماشي معقول، هذا الشيء ضروري مساعدة الناس ديال الأمن، ضروري مساعدة الناس ديال الأمن. المواطنين راه مطلوب منهم يبقاو في ديورهم، اللي مطلوب منهم هما يبقاو في ديورهم. هادي شحال الوقت الحان الان، ودابا الناس قاعدين تلعبوا الكارطه في الزنقه، عيب وعار. حتى المحلات التجاريه خصها تكون عندها واحد التوقيت اللي هو محدد،
من وراء 12 الليل ما بقاش لاش المحلات يسدوا على يحلوا على ما اظن. انا هادشي تيجي معايا التسكع ويجي معايا باش تلقى حالة بحال هكا جوج تيلعبوا الكارطة راه من العيب والعار. باقي الناس واقفين رغم ان الناس يحتو على باش الناس يدخلوا فحالهم ينعسوا وما باقي واقفين. واكيد انه راه مع ذهب هاد الناس ديال الامن عاد يعاودوا يخرجوا هاد الناس. واش حنا دابا كل حومه غادي خصنا نوقفوا فيها جوج الناس ولا ثلاثه يبقاو واقفين عاسين على حومه؟ ما ضمنتش بان السلطه يمكن لها تقوم بهاد العمليه، ولكن هاد الناس خصهم يساعدوا في هاد العمل اللي تيقوموا به الناس. بركة من لا مبالاة غادي تدينا غير اللي ما هو حاجة اللي ما قادينش عليها. أنا ما أظن الناس ديال الأمن تتوجه لواحد المكان اللي هو جهل. وهذه عملية ديال الكر والفر اللي كنا نقولو. الشباب الله يهديهم ما خصهمش باقي يوقفوا باب الدروبة. لا داعي للوقوف باب الدروب. دابا في اتجاه باب دغزوت الحالة اللي وقفنا عليها قبيلة ديال العرصة عرص البردعي. شباب قاعدين تيلعبوا الكارطة شجون الصباح او ثلاثة ديال الصباح دابا هما تيلعبوا الكارطة.
ما تتفسرش هذه الحاله كاع. والله يهدي ما خلق. كل شيء عنده التلفاز في الدار، كل شيء عنده الانترنت، كل شيء عنده. علاش الناس ما تدخلش للديور وتقعد؟ حي باب تغزوت. نحن دائما الناس مبليه بالكارطه، قاعدين تلعبوا الكارطه، واحد اساس والاخر صاحبه قاعد معاه. لا داعي لهاد الاجتماعات. ومواطنين اللي تيشوفوا معنا هاد الفيديو لا بارطاج يوتيوب باش يشوفوا ناس اخرين اللي ممكن يكونوا على الحاله، على الحاله هادي، وايفيتيوها. هذا هو المقصود من هاد العمل اللي تنقوموا به حنايا. المواطنين راه ما خصكمش تبقاو في حال هذا الشكل. هذا الناس تجمعات في الزناقي وفي الدمام في الدروبه وفي هذا الشيء راه تم التنبيه اليه من قبل. ها انت كي تيقول الجهاز الامني رجل الامن تيقول لهم بانه ترى ما خصكمش تبقاو مجموعين. واش الناس تتبقى هما قاعدين مجموعين تيتفرجوا فيديو ولا فاش يتفرجوا؟ لا، الحالات هادو حالات حشومة. لا داعي لحالات، لا داعي لحالات. مطلوب منا باش يبقى الانسان بعيد على الاخر بواحد المترو، تلقاو حالات ديال ربعه ديال الشباب تيتفرجوا في فيديو وشي قريب لشي، يعني كتف على كتف. الله يهدي ما خلق. الناس ديال الامن تيتوجهوا المنطقه ديال الزاويه سي بلعب بس الزاويه. والله رجال الامن ساكن مشكورين، الناس ديال السلطه المحليه وكذلك عناصر القوات المساعده مشكور على هذا العمل الجبار اللي تيقوموا به. راه المواطنين مازال ما واعيينش بهذا الشيء، المواطنين ديالنا مازال ما واعيينش بهذه الخطوره ديال هذا الوباء. عيب وعار باش لقاو تجمعات دروبا وفي هانتوما الاخوان، هانتوما مجموعه من الشباب قاعدين اما تيدخنوا او ولا يلعبوا الكافا. الله يهديهم. تيتبادلوا الدكا ويتبادلوا السيجاره ويتبادلوا ما عرفتش، يتبادلوا اوراق اللاعب. وهذا الشيء مازال ما فهموش الناس خطوره ديال هذا الوباء. مطلوب من المواطنين باش يوعوا، الله يجازيهم بخير. هاد الشيء راه مرفوض، راه لصالحنا كاملنا كمواطنين. هاد الشيء راه مرفوض. تجمعات ولاعب الورق ونتبادلوا الدكا ونتبادلوا السيجاره ونتبادلوا، هذا عمل مرفوض. مشكورين الناس ديال الامن على هذا العمل اللي تيقوموا به، ولكن المواطنين خصهم يتساعدوا ويعاونوا ويحدوا من هاد الظواهر اللي تيديروا، هادشي اللي تيقوموا به. راه دابا اللي مطلوب منا هو حنا كأسرة واحدة اللي نكونوا مجموعين وعارفنا ريوسنا ونبقاو محافظين على أسرتنا. حافظ على أمك وعلى باك وعلى أخوك وعلى أختك. لا داعي باش تخرج للزنقة عند ولد جيرانكم. أنا الحمد لله دابا الحالات باقي، ولكن حافظوا حنا على الرسل.
أي الزاوية العباسية. أغلبية ديال الناس داخلين لجورهم، وهاد الناس ديال الأمن مساكن ها هما تيدورو في الزناقي دابا باش هاديك الفئة القليلة اللي باقية يرغموها ويحاولوا يفهموها بأنه راه ضروري خصك تدخل لدارك وتبقى تلتزم تبقى في دارك. هذا حيق برشو تشوفوا دابا حنا خارج السور، الناس ديال الامن تيتجهوا لهذوك الاماكن اللي تيكونوا فيهم هذوك الناس الله يكون حسن العوان اللي متشردين وكذا، وراء اشرت لها قبيله. ضروري يجب التفكير في هاد الناس تا هما هاد الفئه هادي الخيريات تحتويهم تاخذهم عندهم الخيرية. دابا كاع تكون شي إحالة يحيدوا الناس ديال الأمن شي واحد على الخيرية، ولكن الغد ليه الصباح يعاود يرجع يخرج تيخرج من الباب. لهذا ضروري خصنا نوعاو بهاد الأمور هادي ونشوفوا لها حل تا هي. طرق ضيقة تشوف لها سيارات الأمن والناس ديال الأمن من أجل توعية ديال هاد المواطنين الله يهديهم اللي باقي تيوقفوا في الطرق. هانتوما الشباب تيوقفوا على حالة أخرى، الناس ديال الأمن تيوقفوا على حالة أخرى، يا شباب اخرين ها ما واقفين الله يهدي ما خلق. كيف قلت بان وراء الناس خصها توعى بان وراء بان غاديش نكمل مع الدار وقسمو انا وياك، ما غاديش نشرب انا وياك الدكا، ما غاديش باقي ما حسيناش وما وعيناش بهذا الشيء. باقي واحد الفئة من الشباب الله يهديهم، هادو شباب يعني خصنا يكون الإنسان يوعى بهاد الخطورة ديال هادشي. هادو شباب ما خلاوش الناس الشيوخ، ما خلاوش العيالات، ما خلاوش، هادو شباب لا
اللي تيضلوا قاعدين في النت ومازال ما واعيينش بخطورة ديال الامر. ما كتشوفوا برافو العمل ديال الامن اللي تيدور الازقه الوعره في مدينه مراكش. دروبا وزناقي واعرين كيدخلوا لهم هاد الناس ديال الامن كيجلوهم تقريبا من اجل المواطن ومن اجل هذا الوطن العزيز. الله يحفظ، الله يجيب لي بالسلامه، والله يحفظ حيت لباس. مدة قليلة اللي متبقية باش نعرفوا بأنه إن شاء الله المغرب يتجاوز هاد مرحلة الخطر. إلا بقينا والتزمنا في الجورنا وإن شاء الله انحصرت الحالة راه الحمد لله، يعني خصنا نعاونوا حنا كمواطنين، خصنا نعاونوا هاد الناس. فرو الجورنا، غسل يديك بالصابون، داك الصباط اللي تستعمل ديرو مسحو في جافيل، حويجاتك اللي تيتخرج تقدرش تخرجي بهم هذاك النهار، مشيتي تقديتي، غندوي خرجتي مشيتي تقديتي ولا مشيتي تاخديش غرض، أما خروج بدون سبب راه مرفوض، خروج بدون سبب راه مرفوض. خروج بدون سبب راه مرفوض الإخوان. خروج من المنزل بدون سبب راه مرفوض. هادشي طريق الكزة اللي فقدت الأشغال ديالها ما انتهتش أكثر من مدة ديال 4 شهور هادي، وطريق الكزة باقي الأشغال ديالها ما انتهتش. هادا أنها طريق مقطوعة. كالعادة هذا نتكلموا على شباب اللي مقتبل العمرة ما واقفين، مجرد ما تحركوا الناس ديال الأمن هما تيعاودوا يدوروا. هادو شباب اللي متشردين، واضحة لهم، واضحة غنشكروا هاد الناس وغادي نشكروا هاد الناس وغادي نحاول نقطع البت. شكرا لتتبعكم لنا. السلام عليكم ممدوح، كي داير هانيه؟ لاباس عليك؟ الله يحفظك يا خويا.